بروفيسورة عفاف الأنصاري، أنت تقومين بأبحاث عديدة في مجال طيف التوحد، اضطراب التوحد، تبحثين عن الأسباب. ما هي الأسباب الجديدة التي اكتشفتها خلال أبحاثك؟ تفضلي. الأسباب الجديدة الحقيقة مرتبطة بعادات صحية كتير للأسف وإجراءات كتير ما كانتش زمان موجودة، وهو ده يمكن ليه علاقة بالزيادة. منها مثلا الولادة، دلوقتي معظم الأمهات بيفضلوا الولادة القيصرية وهم لا يعلموا إن ليها علاقة بأن يجي لها طفل عنده توحد، وبعكس الولادة الطبيعية اللي بتكون فيها نوع من البروتكشن أو الحماية، لأن كلاهما بيبقى مرتبط بنسبة هرمون الأكسيتوسين اللي بيدي بعد كده لو نقص يدي عدم التفاعل الاجتماعي كعرض من أعراض التوحد. التلوث، الفيلينج، الامالجام فيلينج، يعني وجود فيه علاقة بين حشو الأسنان والإصابة بالتوحد، أن حشو الأسنان بيبقى فيه الميركوري أو الزيبة، وأطفال التوحد عندهم توكسيستي أو سمية في الدماغ بسبب الزيبة. الفاست فود، الفاست فود بيأثر سلبا على البكتيريا المعوية، وحاليا فيه علاقة ما بين الأمعاء والدماغ مظبوطة بنسبة مش هقول 100% 90%. الغذاء الغير صحي عند الأم في فترة الحمل وما بعد الحمل عامل خطر، كل دي عوامل خطر لو هتفكري هتلاقيها ما كانتش موجودة. إذا سنقول للأم تغذي بشكل جيد، لا ألجأ للقيصرية إلا إذا كان حاجة غصب عني، يعني مضطرة إن أنا ألجأ لها. لكن الولادة الطبيعية شكل من أشكال الحماية. كمان في حاجة لطيفة جدا، إن حاليا بينصحوا عدم عمل حمام للطفل بعد الولادة مباشرة، لأنه بيبقى نازل بطبقة مليئة بالبكتيريا الصحية الجيدة. لو اتسابق تاني يوم هيبدأ بعملية كولونيزيشن أو بكتيريا معوية سليمة تفضل معه طول عمره. إذن احتفظوا بهذا الغلاف الذي يلد به الطفل ولا تعطوه الحمام مباشرة. والحضن، حضن الأم بعد الولادة، اللي بتولد قيصرية بتفقد هذا الحضن من أجل إفراز الأكسيتوسين ما بين الأم والطفل. تمام. شكرا تمام. جزيلا بروفيسورة عفاف الأنصاري، أتمنى لك مؤتمرا مثمرا ومحاضرة جيدة. شكرا. أشكرك أنت حبيبتي. شكرا.